بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديقة برونكس في نيويورك ولاية المتحدة الأمريكية أعلنت ثبوت إصابة النمرة نادية بفيروس كورونا، والذي تم نقل العدوى إليها عن طريق أحد المسؤولين عن رعايتها، وهذا المسؤول لم تظهر عليه الأعراض في ذلك الوقت وظهرت على النمرة نادية. هذه نادية هي نمرة ماليزية فصيلة نمور الملايو وعمرها 4 سنوات. ظهرت عليها أعراض سعال جاف، فقام المسؤولين بإجراء فحص فيروس كورونا، وأثبتت النتائج إيجابية الفحص، وبالتالي فهي مصابة بفيروس كورونا. كما أعلنت أيضا الحديقة أن أخت النادية واسمها آزول ظهرت عليها أيضا، هي واثنين من نمور آمور وثلاثة أسود إفريقية نفس الأعراض، ويخضعون الآن للحجر الصحي أو الرقابة من قبل مسؤولي الحديقة، وذلك بفصلهم عن الحيوانات الأخرى. وبذلك أصبحت نادية هي أول نمرة في العالم وأول نمر في العالم تصاب بفيروس كورونا المستجد، والذي تفشى الآن في 7 أسود ونمور من ضمنهم نادية وهي أولهم. وبذلك فإن هذه الأسود الآن والنمور تخضع للحجر الصحي من قبل مسؤولي الحديقة. ولكن السؤال المطروح الآن، هل تقوم هذه الحيوانات بنقل الفيروس للبشر بعد أن تصاب به، أم أن البشر فقط هم من يقومون بنقل الفيروس للحيوانات؟ إلى الآن لم تسجل أي حالة علمية تثبت أن الحيوانات بعد أن تتلقى الإصابة تقوم بنقلها للبشر، ولكن يجب الحذر ويجب عدم مخالطة الحيوانات والابتعاد عنهم في هذا الوقت، فقد تكون مصابة وتقوم بنقل الإصابة إلينا. وتحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.